اليوم معانا اليصابات، أم يوحنا المعمدان، هالمرأة العاقر اللي ظلت دائما حزينة لأنها عاقر. وبيوم لما بيجي الملاك بيبشر زوجها وبتحمل، بيملى حياتها الفرح. بتجيها العذراء زيارة لعندها، لما بتسمع صوت العذراء بتمتلي من الروح القدس. وشو بتقولها؟ بتقولها: من أين لي أن تأتي أم ربي؟ إليصابات أول من قالت أم الله أم ربي، أول من شافت إنه الميلاد، ميلاد الله ويصبح طفل، هو أمومة للعذراء وهو طفل بيننا وابن الإنسان. من أين لي أن تأتي أم ربي؟ عندما سمعت صوتك ارتكض الجنين بفرح في بطني. الميلاد كان في عيون إليصابات، هو الله أصبح طفل والعذراء أصبحت أم. إليصابات رح تكون كمان معنا في هالمغارة، بتخلينا وتعلمنا لما نسمع صوت الله يرتكد قلبنا من الفرح جوانا. وأكيد الميلاد في عيون القديسين كان هالصوت اللي بيدعوهم ليروحوا لعند يسوع.